أهلا بكم إلى زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقة للوقوف على نتائج اللقاء التشاوري الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك اجتماع أطراف من المكونات الجنوبية في العاصمة الأردنية عمان. دعا لقاء تشاوري موسع الرئيس هادي والحكومة إلى العودة والعمل من عدن، وطالب بيان صادر عن اللقاء الذي حضرته عشرات الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والوجهاء تحت تحالف بدعم السلطة الشرعية وتمكينها من بسط سيادتها على كافة المناطق المحررة. كما حث الحكومة على فرض سيطرتها على المطارات والمنافذ البرية والبحرية وأبار النفط والغاز وتسخير إيراداتها لدعم الاقتصاد الوطني. يأتي هذا قبل يوم واحد من لقاء يجمع العديد من الشخصيات السياسية الجنوبية، والذي عقد اليوم في العاصمة عمان برعاية المعهد الأوروبي للسلام، وذلك للتباحث حول إيجاد موقف وفريق موحد للقضية الجنوبية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: أهمية لقاء عدن التشاوري، وهل يمكن للشرعية استثمار هذا اللقاء بالنظر إلى ما تضمنه البيان الختامي، وهل لقاء عدن علاقة بلقاء الأردن أم هو مصادفة في التوقيت وحسب؟ قبل النقاش نتابع التقرير. تفعيل دور القضاء، إغلاق السجون السرية، وإنهاء عهد الميليشيات، مطالب رئيسية التقى من أجلها نخبة من كل المحافظات بهدف وقف الفوضى الأمنية التي تسود العاصمة المؤقتة عدن ومناطق أخرى. اللقاء الذي انعقد السبت الماضي بعدن أكد على أن هذه المطالب أضحت شعبية، وأن تحقيقها مرهون بعودة الرئاسة والحكومة، فوجود القيادات العليا في الداخل خطوة أولى نحو استعادة هيبة الدولة واستقرار المجتمع. كوكبة من الوجهاء والأعيان والقادة المقاومة، قيادات عسكرية وأمنية، تحس أنها تتكلم باسم الشارع، تريد استعادة الدولة، لا تريد فوضى أمنية، لا تريد صراعات، لا تريد ميليشيات، لا تريد هذا، تريد عنوان عدن الحقيقي ومدنيتها، أن يعيش المواطن بسلام كائنا من كان، لا يبحث عن أصله وفصله، أن يمشي في الشارع آمنا مطمئنا. الشخصيات المدنية والعسكرية والاجتماعية التي شاركت في هذا اللقاء ركزت على أهمية القضاء، ودعت إلى إعادة دور النيابات والمحاكم كضرورة عاجلة لوقف حالة المظالم المستمرة. وطالب اللقاء في بيان له بإغلاق السجون السرية التي تعد وصمة عار في جبين الحكومة. ليس فقط القضاء المدني، ولكن أيضا القضاء العسكري والنيابة العسكرية، وبالتالي تترتب الأمور عندما تسير بشكل منتظم بشكل قانوني وفقا للتشريعات وفقا للقوانين، بحيث أن الناس تشعر أنه هناك في توزيع للعدالة. الوقت حان بنظر اللقاء التشاوري لوضع حد نهائي لكافة التشكيلات الأمنية والعسكرية التي تعمل خارج سلطة الدولة، في إشارة إلى قوات الحزام والنخبتين الشبوانية والحضرمية المدعومة إماراتيا، الأمر الذي يستدعي فرض الحكومة سيطرتها التامة على المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية، وتسخير مواردها الاقتصادية لصالح الاقتصاد الوطني. لم ينس لقاء عدن أبناء المهرة، حيث شدد على وجوب مناصرة قضيتهم الرافضة للوجود العسكري غير المبرر، وتأييد مطالبهم المناهضة للتشكيلات العسكرية خارج سلطة الدولة، وهي التشكيلات التي أكدت وقائع كثيرة على أنها أضحت نموذجاً سيئاً لا يريد الكثير من اليمنيين تكراره. أبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن، الأستاذ فتحي باللزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. أهلا بك أستاذ فتحي. مساء الخير لك والجميع مشاهدي قناة الكريم. أستاذ فتحي، إذن لقاءان، أحدهم في عدن والآخر في عمان بالأردن، وطبعا هناك اختلاف في قضايا هذين اللقاءين. في البداية، ما تعليقك على هذين اللقاءين؟ الحقيقة أن جنوب اليمن يشهد حراكا سياسيا متعاظما تسبب فيه محاولة اتحاد بعض الأطراف السياسية خلال عامين مضت، تمثيل الجنوب والادعاء بوجود تفويض للرمز والقائد العظيم. هذا التفويض أو هذا الحديث عن التفويض أو الادعاء بتمثيل الجنوب دفع كل القوى السياسية للتحرك بتنظيم صفوفها وللحديث بعلانية أن الجنوب لا يمثله طرف سياسي ولا يمثله فرد ولا يمثله كيان ولا تمثله أي ميليشيا.
لقاء الأردن بعث برسالة واضحة أن الجنوب لا يمكن تمثيله من قبل أي طرف سياسي أو الادعاء بتمثيل الجنوب. لقاء عدن أيضا شدد على ضرورة تسليم مؤسسات الدولة بعد أربع سنوات من تحرير مدينة عدن. تم صوت قوي يقول لا للعبث، يقول لا للميليشيات، يقول لا لتغيير الدولة. كل هذا الحراك أنا شخصيا أرى إيجابي، كل هذا الحراك هو نتاج لأربع سنوات من العبث السياسي والأمني والميليشياوي داخل مدينة عدن. طيب أستاذ فتحي، حتى يكون أستاذ فتحي حتى يكون هذا الحراك إيجابي وفعال، ما هي الأدوات التي يفترض أن تكون لدى من يشتغل أنا ويعتمل داخل هذا الحراك الجنوبي؟ لأنه من هو في الطرف الآخر ويقول أن لديه تفويض هو مسيطر على الأرض ولديه الكثير من المكاسب الميدانية، على عكس هذه القوى السياسية التي ربما تعقد هذه اللقاءات خارج أراضي الجنوب إذا جاز التعبير. في الأخير لقاء عدن عقد داخل مدينة عدن، ولقاء الأردن شاركت فيه كم هائل أو الجزء الأكبر من المشاركين هم قدموا من عدن، من حضرموت، من شكوى، من أبين، من كافة مناطق الجنوب. بالتالي هذه قوى فاعلة على الأرض وقوى موجودة، وكل التحركات السياسية السلبية التي حدثت في عدن خلال العامين أو ثلاثة الأعوام الماضية دفعت هذه القوى للحديث، دفعت هذه القوى للتنظيم أنفسها مرة أخرى. وبالتالي نحن أمام حراك يتعاظم، حراك رافض. والجميل أنه رغم القمع، رغم المصادرة، رغم محاولة التخوين، رغم أمور كثيرة، إلا أن هذه القوى السياسية برزت على السطح وباتت تتحدث بوضوح وبصراحة شديدة عن مطالبها. هذا الحراك أنا شخصيا أعتقد أنه خلال ربما شهر أو شهرين سيتحول إلى حراك من اجتماعات، من مناقشات، من دولة سياسية إلى حراك حقيقي على الأرض. وبالتالي سيكون كل الأطراف السياسية الشرعية وربما الانتقالية وربما كل الأطراف أمام حراك حقيقي له إنصاره، له مناصريه، له شعبيه، له حضور. التأكيد أو الأكيد أن الجنوب لا يمثل طرف سياسي، وأن الجنوب ليس مع مشروع سياسي بعينه. هناك مشروع الوحدة، هناك مشروع الانفصال، هناك مشروع الأقاليم، هناك مشروع الفدرالية، هناك مشروع لقوات الاتصال الحرار، وعلى كل هذه المشاريع أن تتنافس فيما بينها. طيب ما أوجه الشبه أو الاتفاق ربما قد تكون ما بين لقاء عدن ولقاء عمان في الأردن؟ ربما قد يكون هناك بينهم قواسم مشتركة في ماذا؟ القواسم المشتركة أولا هي التأكيد على أن الكيان السياسية الأخرى موجودة. لقاء عدن أوصل رسالة وقال نحن حاضرون هنا من داخل مدينة عدن وهذه مطالبنا. لقاء الأردن وضم قيادات وشخصيات كبيرة جدا من العيار الثقيل أيضا أوصلت الرسالة وقالت نحن موجودون، ولنا رأي سياسي، ولنا تواصل سياسي، ولنا حضور سياسي. الخطر على الجنوب كان منذ 67 وحتى اليوم هو محاولة طرف سياسي الادعاء بأنه يمثل الجنوب وأنه يمثل الشعب، وبالتالي تفرد بالقرار أضر الجنوب بشكل كبير. لذلك كل الأطراف السياسية تحذر اليوم، تحذر أكثر من مرة، وقالت مرارا وتكرارا أن تكرار الماضي نتائجه المخيبة للأمان شيء كارثي. ولقاء عدن ولقاء الأردن هي محاولة حديثة ومحاولة ناجحة أكدت أن لا أحد يمثل الجنوب. الجنوب سيمثل أكثر من مشروع، أكثر من تيار، ومن ثم ما يريد الشعب سيقرر. المهم أن لا يفرض على الشعب خيار. طيب أستاذ فتحي سأعود لك، أن يفرض على الشعب طيب. أي خيار سياسي. أستاذ فتحي سأعود لك وأسألك عن هل لقاء الأردن الذي قلت أنه ربما أكد أنه لا أحد يمثل الجنوب، هل بإمكانه الخروج بصياغة توافقية بقيادة موحدة تعبر عن القضية الجنوبية؟ سأعود لك بعد أن نشرك معنا في النقاش أيضا من عدن المحلل السياسي فهمي السقاف. أستاذ فهمي أهلا بك. كيف تقرأ الرسائل التي ربما عبر عنها لقائي عمان في الأردن ولقاء التشاوري في العاصمة المؤقتة؟ أخبر. تسمعني أستاذ فهمي؟ تمام الله عليك، حياك الله. تسمعني بشكل واضح؟ أوكي. طيب.
سأعود لك أستاذ فهمي، أعود مرة أخرى للأستاذ فتحي بالأزرق. أستاذ فتحي، كنت سألتك عن إمكانية أن يخرج لقاء الأردن بتوافق ما ربما، أو قيادة موحدة ربما يكون لها تأثير وتستطيع أن تعبر عن القضية الجنوبية وتلم ربما حالة الشتات الموجودة اليوم في بعض الأهداف ربما والآليات ما بين الجنوبيين. لا، لقاء الأردن لم يكن الهدف منه خروج قيادة موحدة. يقول البسيط أن كل الأطراف السياسية التي شاركت في اللقاء هي تنتمي إلى مكونات موجودة على الأرض. لقاء الأردن كان الهدف منه ومن أحد السلام الأوروبي وأيضا من خلف المكتب العموني، كان الهدف منه تأكيد أن هناك أصوات متعددة في الجنوب. خلال العام الماضي حاول طرف الادعاء انه لا يوجد اي صوت الا صوته. الامم المتحده، مكتب المبعوث والمعهد الاوروبي للسلام ارادوا ايصال رساله وعبر الحضور الحقيقي لهذه القيادات ان هناك تعدد سياسي في الجنوب، ان هناك تعدد اكثر من مشروع، هناك اكثر من مشروع مطروح على الارض، وكل مشروع له امصاره لشعبيته لحضوره. وبالتالي لم يكن هدف لقاء الاردن تشكيل قياده موحده، لا، كان هدفه الايضاح ان هناك اطراف سياسيه فاعله ومتعدده في الجنوب، وهذه الاطراف تتفق على خطه مبادئ ان كل طرف يضع رؤيته السياسيه، يضع مشروعه السياسي في اطار تنافسي شريف. هذا ما اراد ان يقول. طيب، اللقاء التشاوري في العاصمه المؤقته استاذ فتحي، اللقاء التشاوري الذي حدث في عدن، يقال أنه الهدف منه إثبات حضور الشرعية، هل باعتقادك أنه سيبنى على مخرجات هذا اللقاء وهذا اللقاء أي تحركات قادمة ربما وموقف من الحكومة الشرعية وفق المطالبة التي جاءت في البيان الختامي في هذا اللقاء؟ شوف عزيزي، مطلب أن تعود الحكومة أن تفعل كافة مؤسسات الدولة، أن تعود كل المؤسسات حضورها القوي إلى عدم، هذا ليس مطلب سياسي معين أو محدد بذاته، لا، هذا مطلب شعبي. الكل في عدن، جماهير، أحزاب، مكونة سياسية، تتكلم سنوات من حضور الميليشيا والفوضى الأمنية والفوضى المسلحة، يطالب بشحور الدولة، والدولة ليست تعترف بالمنصور هذه وليست تكون شرعية بحد ذاتها، لكن لا، أنا تطالب بحضور مؤسسات الدولة، تفعيلها، تنشيطها. وبالتالي اللقاء أساسا الذي عقد في عدن طرح بعض المطالب المضادة للحكومة الشرعية ذاتها، مثل التعاطف مع قضايا المحتجين في المرأة وخلافها، لكن هو طرح أيضا قضية الحكومة يجب أن تعود تفعيل مؤسسات الدولة. هذه نقاط للأمانة صار الجميع يتفق حولها، يتفق عليها صاحب المؤتمر، صاحب الإصلاح، صاحب الحراك، صاحب الانتصاب، صاحب كل الأطراف السياسية، الكل يتفق أن الحكومة يجب أن تفعل مؤسسات الدولة، يجب أن يكون هناك حضور حقيقي للدولة، لأنه بعد 4 سنوات الناس لا زالت تعيش في جوار. طيب، تبقى معنا أستاذ فتحي، وشارك أيضا معنا من عدن صحفي أحمد ماهر. أهلا بك أستاذ أحمد. هل تعتقد أن الشرعية اليوم قادرة على استثمار هذه اللقاءات وبيانات التأييد والدعم لها؟ هذه الشرعية أبوابها أمام الجهات السياسية الموجودة في الجنوب والمتصارعة لها، أنت شو بتكتب الجميع؟ شو بتكتب أولاً الشعب؟ الشعب الذي يبحث عن خدمات يريد الشرعية أن تتواجد فعلياً في أرض الواقع، وليس مجرد أسبوع أو شهر وتتواجد الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن. هذا شيء وجانب مهم، لابد للشرعية أن تتواجد في العاصمة المؤقتة هي وكافة الوزراء والسلاح تعمل بجد ويجي عمل ينطق الجميع معه. حتى الكيانات السياسية الجنوبية لابد أن يلتقوا برئاسة الوزراء والجهات المسؤولة من الحكومة الشرعية حتى يتناقشوا وتدارسوا المشاكل التي موجودة في عدن والأزمات التي تحدث فيها. طيب أستاذ فتحي، اليوم مطلوب من الشرعية وفق البيانات فرض سيطرتها على المطارات والمنافذ البرية والبحرية وإثبات أنها كدولة وما إلى ذلك من الملفات المعلقة اليوم والتي تضعف موقف الشرعية، ما الذي يمنع اليوم الشرعية من فرض سيطرتها وإثبات حضورها برأيك؟ للأسف الشديد لا أحد يمنحها. الشرعية في الأخير هي شرعية وهي حكومة، لكن هي ضعيفة وهي تضعف نفسها أساسا. الحكومة الشرعية هي التي تمارس وهي التي جلبت كل هذا الضغط لنفسها. شخصيا أنا أعتقد أن التحالف العربي ليس من مصلحتها أساسا
اضعاف الحكومه الشرعيه، لانه في الاخير سقوط الشرعيه بسقوط شرعيه الرئيس هذه هناك احكام شرعيه، هناك شرعيه قطريه، هناك شرعيه تركيه، هناك شرعيه عمانيه، هناك شرعيه ايرانيه، كل الشريعات هذه ستتفاءل فيما بين هذين. لذلك لا يمكن اي عاقل يقول انه الحكومه الشرعيه هي من تريد ذلك، لكن الواقع الحقيقي لمعطيات الارض يؤكد عكس ما نقول، وهو ان الحكومه الشرعيه فعلا تريد ذلك، هي من منحت الميليشيات، هي من منحت كل هذه الاطراف المسلحه في عدن فرصه الحضور، وبالتالي وجود ضغط شعبي وجود ضغط مجتمعي وجود ضغط حزبي للمطالبه بعوده الحكومه، عودة مؤسسات الدولة، فعل يجب أن يتعاضى وأن يكثر وأن يعني يتعاون الجميع لأجل عودة الدولة، وفي حال عودة الدولة هي أساسا ستكون صدمة للناس جميعا وصدمة على كافة مؤسسات الدولة. ولا بديل، أربع سنوات أثبتت أنه لا بديل إلا بحضور حقيقي لمؤسسات الدولة، لكن للأمانة شنو نريد؟ دولة ومؤسسات، وليس هذا الحضور الهزيل لحكومة شرعية. الحضور الهزيل لحكومة شرعية هذا للأسف الشديد أقولها بكل صراحة لا يمثل أي شخص. طيب سؤال أخير أستاذ فتحي، بالعودة إلى لقاء الأردن، ما هي الآمال بالنسبة للشارع الجنوبي من هكذا لقاءات أو أي حراك قد يكون لاحق، وأنت ربما وصفت الحراك الحاصل الآن بالإيجابي؟ حراك سياسي في الأردن أو غير الأردن، في القاهرة أو في أي دولة أخرى أو داخل عدن، أنا شخصيا أرى أنه يجب أن ينفض على نقطة واحدة ووحيدة، أن المساحة مفتوحة لكل الخيارات السياسية، خيار الانفصال، خيار الوحدة، خيار الأقاليم، خيار الفدرالية، خيار مؤسسات المؤتمر الاختيار الوطني. الشعب يختار لاحقا، إذا أراد الشعب الانفصال فيتفضل، هذا خيار الشعب ولن يلبس أحد. إذا أراد الوحدة، إذا أراد بقاء الدولة، إذا أراد ما يريد من المشاريع، هذا خيار الشعب فقط. أن لا يدعي أي كيان سياسي أنه الممثل الوحيد للشعب، أن لا يدعي أي كيان سياسي أنه المصور أو لديه تفويض أو ما خلافه. هذا الوهم يسقط ويجب أن يسقط مرة واثنين وثلاثة، ويجب أن يذهب كثر جميع الأطراف السياسية فوق تنافس سياسي. في الأخير الصراع والمسلح أثبت عدم دموع حتى في صنعاء، في تمار، في كل المناطق اليمنية، وبالتالي لا بديل للجنوبيين، لا بديل لليمنيين بشكل عام إلا الحوار السياسي والقبول بالآخر، ومن ثم المشروع السياسي الأصلح للناس تختار. شكرا جزيلا لك فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. أعود للصحفي أحمد ماهر، بالنظر إلى نتاج اللقاء التشاور الذي كان اليوم في العاصمة عدن، ما الذي يمكن أن يبنى على نتاج هذا اللقاء برأيك؟ أي لقاء جنوبي وأي حوار بتصوير الوضع الحادث في عدن طبعا معه شاشة دعمة، لكن أيضا ترى أي برامج سوف يستفاد أو أي بيان سوف يصدر خارج المرجعيات الثلاث الذي يطمح بها اليمنيين في أكملهم الخروج من الأزمة اليمنية التي هم فيها، فهو سفر وعارض. ايضا ان اكثر كيانات المؤمنات السياسيه التي اجرت الاردن هي صنعاء، اما استشاريه واما وزراء واما جهات حكوميه، هم ايضا يعملون مع الشرعيه، هم ايضا شرعيه، لهذا نقول ان اكثر المؤمنات السياسيه جهات الى الشرعيه لحل الازمه والقضيه الجنوبيه، القضيه الجنوبيه لن تحل الا بطريقه الحوار الوطني الذي اعطى الجنوبيين كافه حقوقهم. اما المتصارعين في الارض في العاصمه عدن الذين يبحثون عن مشاريع خارجيه للحكم والانتداب، هذا نقول والله لن يفلحوا. ايضا نرى ان هناك بيان من مؤسسه انتقد اللقاء التوافقي في الاردن بشكل غير مباشر، الشيخ طارق بن فريد هو ليس يخرج متحدث باسم المجلس ويمشي جوازه للشيخ صالح الغريب باسم المجلس ويقول انه ممثل عن شخص فقط. هذا ايضا يمثل ان هناك صراع في عدن على الحكم وعلى السلطه، لكن ليس هناك حل لجميع الازمه او القضيه الجنوبيه الا بعد مفردات الحوار الوطني الذي اتفق عليها اكثر الكيانات السياسيه الجنوبيه المتصارعه في هذا الوقت. طيب شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي احمد ماهر، كنت معنا من العاصمه المقطعه عدن.
وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج الحلقه ماهر ابو المشفي.